مزيدا من التوضيح ينضم معنا من كوفنتري أستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أستاذ رامي أهلا بك. إذن حضرتكم في المرصد السوري قد كشفتم في تقرير حصيلة الاعتقالات التعسفية في العاصمة دمشق، توضح لنا يعني تفاصيل أكثر حول هذه الحصيلة أستاذ رامي تفضل. نعم طبعا مساء الخير. الحصيلة هي نحو 50 من السوريين جرى اعتقالهم واختطافهم من قبل مخابرات النظام على الرغم من الوعود الوردية الروسية التي قالت بأن الاعتقالات لن تستمر في الغوطة الشرقية أو في مناطق المصالحة في ريف العاصمة أو في العاصمة، ولكن دعنا نقول بأن النظام والروس لم يفوا بوعودهم التي أطلقوها للمدنيين الذين إما أجروا مصالحات مع النظام أم تبقوا في مناطق سيطرة النظام، وهذا إن دل على شيء يدل على شيء واحد بأن مناطق النظام ليست آمنة من أجل العودة إليها من قبل المهجرين سواء داخل الأراضي السورية أو الموجودين في دول اللجوء. من وصل إلى أوروبا لن يعود إلى سوريا أقله في الوقت الراهن، ولكن من هو في لبنان الذي كان يأمل بالعودة أو من هو في دول الجوار أعتقد بأنه إذا فكر في العودة قد يفكر بأنه قد يعود إلى معتقلات النظام، إلا إذا كان هذا الرجل هو في الأساس مؤيد للنظام أو عميل النظام. أستاذ رامي أيضا كنتم قد أشرتم في تقريركم أيضا إلى يعني من بين المعتقلين كان هناك 4 نساء من دوما. نعم يعني دوما 4 نساء من دوما، هذه الأرقام هي التي تمكن المرصد من توثيقها، لأن هناك في حالات الاعتقال كثير من المدنيين لا يستطيعون الإفصاح عن عملية الاعتقال خوفا من أن يقوم النظام بعملية يعني قتل هؤلاء المعتقلين أو اعتقال مزيد من أفراد هذه الأسر. لذلك نحن نقول بأن هذه الأرقام التي تمكن فريق المرصد من توثيقها وفق الإمكانيات التي يعني موجودة لدى المرصد، وأنا كنت أعتقد بأن الأعداد هي أكبر من هذه الأرقام بكثير في مناطق سورية مختلفة. نعم أيضا نوهتم إلى أنه هذا التقرير أيضا يشمل معتقلين تم توثيقهم بالأسماء، لكن هناك أيضا معتقلين آخرين غير موثقين بالأسماء، هل لديكم حصيلة يعني قريبة أو تسعون إلى يعني الحصيلة القريبة؟ نعتقد بأن عدد المعتقلين في ريف دمشق يفوق 400 معتقل، ولكن هذا الرقم الذي تمكن المرصد من توثيق اعتقالهم كي لا ندخل في إطار يعني الاعتقاد بأن هذا الرقم هو الحقيقي، نتحدث عن الأرقام التي تمكن المرصد من توثيقها. طيب من كوفنتري أستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا لك على هذه التفاصيل.